هذا اليوم الذي نحضره في جزائرنا الحبيبة لا نكاد نلتقي في محطة من المحطات إلا وجدنا أن لهذه المحطة تاريخا يرجعنا إلى ملحمة من ملاحم الجزائر الكبيرة، ندندن به وندرس به أبناءنا كما كان الصحابة يدرسون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحفظون الصورة من القرآن. هذه الأمة لن تموت، قد يغيب شمسها أحيانا ولكنها لن تغيب إلى الأبد، بل ستعود دورتها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والسيد رئيس المجلس الشعبي البلادي ومندوب وصيف الجمهوريه.